السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الأهلي الليلة، ولسه مكملين معاكم كالعادة في فقرة الكرة العالمية، الفقرة اللي بتكون ختامية في البرنامج. طبعا أحداث كتيرة بتدور في الكرة العالمية، مباريات ودوريات واستعدادات لدوري أبطال أوروبا في جولة جديدة يوم الثلاثاء والأربعاء. إن شاء الله مباريات هتكون قوية جدا. امبارح كان يوم حافل بالمباريات في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي، على حظنا ان معظم اللقاءات القويه جدا كانت امبارح. طبعا مفيش صوت يعلو فوق صوت مباراه ليفربول وتشيلسي، واللي كانت يعني متحيزه على اغلب عدد المشاهدات اللي كانت موجوده وقتها، كان جيد جدا، ما كانتش تتعارض مع مباريات بعديها كان لقاء ريال مدريد واتلتيكو مدريد، وبالتالي كل جمهور الكره، واللي طبعا اللي بيشجع كره واللي مش بيشجع كره تابع احداث المباراه. لكن طبعا محمد صلاح نجمنا الكبير جدا شارك في المباراه، كانت حالته الفنيه جيده، كانت معنوياته مرتفعه، لكن اتفاجئنا في الشوط الثاني ان بيتم تغيير محمد صلاح ونزول شاكيري في تغيير، اعتقد ان يعني كلنا استغربنا ازاي يورجن كلوب فكر في انه يغير انشط لاعب في الهجوم عنده بشاكيري. طبعا محمد صلاح وضعه مختلف الموسم ده عن الموسم الماضي، بمعنى محمد صلاح اكيد طبعا كلامنا عليه الموسم الحالي غير كلامنا عليه الموسم الماضي. الموسم الماضي كان منتقل لفريق ليفربول، كان بيبدا ان هو يثبت نفسه من جديد بعد ما كان موجود مع تشيلسي مع مورينيو في الدوري الانجليزي، لكن لم يحالفه التوفيق، وطبعا انتقل بعديها لفيورنتينا ثم روما، وبعديها انتقل مرة تانية لليفربول علشان يعود إلى الدوري الإنجليزي من جديد. محدش يختلف أن فترة مورينيو اللي كان موجود فيها محمد صلاح مع تشيلسي، محمد صلاح ما قدمش أوراق اعتماده بسبب عدم مشاركته مع تشيلسي بصفة أساسية أو بصفة مستمرة، مش هو بس اللي اتظلم مع فريق تشيلسي، ده هو دي بروين قبليها ولوكاكو قبليها، وبالتالي مورينيو دايما عنده زي ما شفنا مع نجمنا المصري عبد الستار صبري في حلقه من حلقات الاهلي الليله فقط الكره العالميه، ان هو عنده مشكله دايما يا اما عنصري يا اما بيحب ويكره، وبالتالي مورينيو هنتكلم عليه ده قضيه لوحده تماما، ان هو بدا اسهمه تنزل في عالم التدريب. خلينا نتكلم على محمد صلاح واقول لحضراتكم ان محمد صلاح الموسم الماضي كان لسه وافد جديد على الدوري الانجليزي بالنسبه لتجربته مع تشيلسي، فارقامه واحصائياته قبل مباراه تشيلسي 6 لقاءات بداها محمد صلاح مع فريق ليفربول الموسم الماضي، احرز فيهم 4 اهداف، صنع فيهم هدف، وبالتالي لما نيجي نبص للموسم الحالي محمد صلاح شارك في 7 مباريات، بآخر مباراة ليه مع فريق تشيلسي أحرز 3 أهداف وصنع هدف، وبالتالي محمد صلاح يعني النسبة متقاربة جدا 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 بالنسبة لانطلاقته في الموسم الماضي. فعلشان لو حد بيفكر يقول إن محمد صلاح مش هي دي انطلاقته اللي انطلق بيها من الموسم الماضي، يقول له لا معلش، الموسم الماضي والموسم الحالي نفس الإحصائيات. الفرق إن محمد صلاح الموسم الماضي ما كانش عليه العين، ما كانش في فرق بتعمل له حساب، فبالتالي كان واخد راحته، واكيد اي حد له علاقه بكره القدم او 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 فاهم الكلام اللي انا بقوله هيعرف يعني ايه لاعب لما يكون مدير فني بيتكلم عليه او بيحط الخطه عليه علشان يقفل عليه من ضمن مفاتيح لعب الفريق المنافس، وكمان لما يكون لسه وافد جديد وبالتالي هيلعب براحه تامه وهيعرف ياخد الحريه الكامله في الملعب. ده اللي احنا بنشوفه الموسم الماضي والموسم الحالي. محمد صلاح اكيد مش هيكون في الحريه الكامله اللي احنا شفناها بالموسم الماضي، لكن هيأدي وهيحاول وهيعافر. مباراه تشيلسي امبارح كانت مباراه رائعه لمحمد صلاح، صنع فرص لزمايله، بالنسبة له كانت في فرصة خطيرة جدا، روديجر لاعب تشيلسي شالها من على خط المرمى، كان في أكتر من تصويبة لكن ما كانش في توفيق، لكن في المجمل إن محمد صلاح ما ينفعش يطلع من المباراة. كلنا بنشوف تشيلسي أو كلنا بنشوف رونالدو، كلنا بنشوف ميسي، دايما ميسي ورونالدو سواء مع ريال مدريد قبل كده رونالدو وميسي حاليا مع برشلونة
بنشوف ان الاثنين دول هم ابطال الفرق، يعني هم دول اللي بيتحطوا رقم واحد وبعديها بيتحط العشر لعيبه الباقيين. فبالتالي حتى لو اللاعب كان وحش ميسي او رونالدو، عمرنا ما بنشوف كان زيدان او بنشوف فالفيردي او قبل فالفيردي لويس انريكي انه بيغير ميسي او بيغير رونالدو، علشان هم دول ابطال الدوري. هو ده بطل الفريق، هو ده بطل القصه او الروايه اللي هي باديه معايا سواء ريال مدريد او برشلونه. وكمان محمد صلاح مش اقل من ميسي ومن رونالدو في التصنيف العالمي، ثالث احسن لاعب في العالم، ثالث احسن لاعب في اوروبا. وبالتالي يورجن كلوب انا شايف ان هو اخطا، وكمان يورجن كلوب مدرب للاسف بيعرف يتعامل نفسيا جيد مع اللعيبه. كلنا شفنا ليه بقول للاسف، علشان انا شايف ان يورجن كلوب حس ان هو غلط بتغيير محمد صلاح او حس بالذنب، وبالتالي بعد الهدف اللي احرزه ستارج من تسديده رائعه رائعه رائعه، اول واحد جري عليه او ثاني واحد جري عليه بعد الهدف هو محمد صلاح، علشان محمد صلاح ما ينفعش ان هو يكون عنده ضغوطات نفسيه ومحدش يقف جنبه. بتكلم على ليفربول، بتكلم على يورجن كلوب، لازم المدير الفني يقف جنب اللاعب بتاعه لحد ما يستعيد الجزء النفسي مش الجزء الفني. الجزء الفني اكيد طبعا بيبقى فيها توفيق، بيبقى فيها تركيز، بيبقى فيها حاجات كتيره جدا، لكن الجزء النفسي اللي بيبقى محتاج دعم من المدير الفني ومن زمايله، اكيد لازم المدير الفني يكون اول واحد يقف جنب اللاعب بتاعه. كلنا شفنا تعليقات جمهور ليفربول بعد المباراه، كله كان متفق على جمله واحده، ان محمد صلاح كان افضل لاعب في خط الهجوم وكان لا يستحق الخروج من الملعب. فيرمينيو اكيد كان موجود، فيرمينيو واحد من نجوم ليفربول، لكن ما كانش موفق في مباراه امس. ايضا ساديو ماني ما كانش موفق في مباراه امس. وبالتالي احنا بنتكلم على محمد صلاح، الاهم ان فريق ليفربول تعادل في مباراة أمس، في يعني أفضل انطلاقة لفريق ليفربول من سنين كثيرة جدا 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 جدا، وقدر فريق ليفربول يخرج بنقطة غالية جدا من ملعب ستانفورد بريدج علشان يكمل مبارياته في الدوري، سبع مباريات في الدوري الإنجليزي بدون أي هزيمة.